بكل خير وبركة، نرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذا المهرجان، المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس، طيب الله ثراه لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق مشاهدينا ومتابعينا الكرام ثامن الأشواط، وهو شوط خاص للقعدان الجذاع من مسافة 6 كيلومترات. رصدت سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية من المركز الثاني حتى 10 المراكز. شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة حاضرة بكل قوة وبكل تميز هنا في ميدان التحدي. نسير مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى صوغان من يحتل المركز الأول ويتصدر على هذه الأسماء لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني مع المضمر حميد بن محمود بن مرشود من يتابع في عملية التضمير، بينما النقلة مباشرة مشاهدينا الكرام إلى ثاني المراكز لنتابع القادم مع المركز الثاني. يصل مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات ويتقدم فيه مكلف لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات من قبل لافي، لفى لافي واحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني والمضمر سالم بن عامر المدهوشي، بينما المركز الثالث الباز لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني والمضمر سعيد بن حمد الزرعي بالمتابعة والتضمير في المركز الثالث، بينما مكلف في المركز الرابع لهجنة الشحانية بمتابعة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري في المركز الرابع، بينما خامس المراكز لوسيل لهجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. إذن مشاهدينا الأعزاء هذه النتيجة لمراكزنا الخمس الأولى مع تحديات سن الإجذاع وسن الإبداع والتميز من هنا من أرضية ميدان التحدي. نعود مباشرة إلى صوغان لسعادة فيصل بن فهد بن الثاني والمضمر أحمد محمود بن عبد الحميد بن مرشود بالمتابعة والتضمير. ينطلق ويندفع مع صوغان في صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصل لافي بشعار هجن الغرافة القادمة مع المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني ومدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي يتواجد في المرتبة الثانية، بينما المركز الثالث يتقدم مكلف بشعار هجن الشحاني بمتابعة شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران المري في المركز الثالث. المركز الرابع نتابع من خلال هذا التقدم والانطلاق في رابع المراكز، قاصد يصل مشاهدين الأعزاء ويحتل المركز الرابع بشعار هجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما الباز يأتي في المركز الخامس بشعار سعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد والمضمر سعيد بن حمد الزرعي بالمتابعة والتضمير. يقدم لنا الباز وسلالة الباز العريقة هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء لمراكزنا الخمس. نعود إلى البداية مع انتصاف في المسافة 3 كيلومترات انقضا من عمر 3 كيلومترات أخرى منافسة وعن التحدي وعن نيل ناموس هذا الشوط. نتابع المقدمة، نتابع صوغان يبتعد عن بقية المراكز وينطلق بهذا الأداء الجميل. هذا هو صوغان متربع على عرش المقدمة بكادر الحالة. الله يا صوغان لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني ومضمر حميد بن محمود بن مرشود من يتابع في التضمير، بينما يأتي مشاهدي الأعزاء في المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر المدهوشي، بينما نتابع التسلل في هذه اللحظات من قبل مكلف بدأ يتسلل من وسط الميدان بشعار هجنة الشحانية والمضمر والمتابع. هنا نتابع الشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم لنا في هذه اللحظات قاصد الفوز وقاصد الناموس في هذا التحدي، بينما المركز الرابع
المركز الرابع. نتابع مكلف يصل في هذه اللحظات لأول إذاعة، ينضم مع الكوكب الخماسية في هذا الشوط لسعادة الشيخ محمد بن خالد بن جاسم بن محمد آل ثاني والمضمر محمد بن سيف آل بوسعيد الخيارين القادم في المركز الرابع. بينما المركز الخامس وصل ناهي في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري في المركز الخامس. هذه النتيجة، ونعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول. يا سلام يا صوغان لازال قائدا لهذه المسيرة، مسيرة القعدان في شوطنا الثامن. يأتي على البداية، يأتي على المقدمة بشعار سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني والمضمر حميد بن محمود بن مرشود، من يتابع في التضمير وفي الأداء المميز والعرض الجميل. هذا هو مشاهدين الأعزاء صوغان متربع على عرش المقدمة، يأتي مع البداية، ولكن وصل قاصد يشكل الخطر في هذا الشوط لهجنة الشحانية والمضمر والمتابع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثالث، نتابع التقدم بتواجد هذا الاسم المميز، بتواجد هذا الاسم الكبير. نتابع مشاهدين الأعزاء مكلف لسعادة الشيخ أو هنا القادم شعار هجنة الشحانية، بتواجد مكلف لهجنة الشحانية والمضمر والمتابع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بدأ يتدخل في هذه اللحظة لافي ولفا لافي لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر المدهوشي المدهش القادم في المركز الرابع. بينما المركز الخامس، نتابع مشرف، وصل مشرف بهذا الأداء المشرف وبهذا العرض المشرف لهجنة الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. إذا متابعينا الأعزاء، نعود إلى صوغان لازال مسيطر على البداية، لازال مسيطر بناموس هذا الشوط، يتواجد على المركز الأول لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني وحميد بن محمود بن مرشود. ولكن شعارات هجنة الشحانية بانطلاقاتها المميزة، بشعاراتها الجميلة، بمضمرينها العمالقة القادمين مع المراكز الخلفية، وصل في هذه اللحظة قاصد الفوز مشاهدين الأعزاء لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولكن القادم، نتابع أيضا من الجانب الآخر، يصل في هذه اللحظة المساندة مشاهدي الأعزاء من قبل مشرف لهجنة الشحانية اللي غير على البداية. وهنا العديد، الله يا لافي مع رابع المراكز، ولكن الله يمشرف مع الناموس مع السيارة. هذا هو مشرف ينطلق إلى خط نهاية، إلى الأمتار الأخيرة، ولكن المحاولات الأخيرة. هنا هجنة الغرافة القادمة مع المركز الثاني بتواجد لافي، ولكن مشرف مع البداية، مشرف مع الناموس. هنا مشاهدين الأعزاء يحسم هذا الموقف. تهانينا للذهبي سالم بن فران المري، من تابع مشرف إلى خط النهاية ومهدي ناموس هذا الشوط لهجنة الشحانية. تهانينا وألف مبروك المركز الثاني لافي لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث قاصد لهجنة الشحانية، بينما المركز الرابع ناهي لهجنة الشحانية. إذا متابعينا الأعزاء، تابعنا شوط حمل الإثارة والتحدي إلى الأمتار الأخيرة، وكان مشاهدينا الأعزاء مشرف هو بطل هذا الشوط. تهانينا وناموس لهجنة الشحانية، والتهنئة إلى الذهبي سالم بن فران المري. 9:04 وثمان أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لهجنة الشحانية على هذا الفوز. بينما أتى مشاهدين الأعزاء لافي خاطف المركز الثاني بتوقيت وقدر 9:05 من الثانية، تهانينا وناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، والتهنئة كذلك لمدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي. بينما أتى قاصد خاطف المركز الثاني بتوقيت وقدر 9:06:03 من الثانية، تهانينا لهجنة الشحانية، والتهنئة إلى الشبل جابر بن سالم بن فران المري.